بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ وجعلني من المكرمين.